هواية الرسم والكتابة بأعواد القلم من صغري، يعني من زمان، وده كان موضوع مشتهر جدا بين الناس الكبيرة دلوقتي اللي تعرفه. كانوا بيكتبوا على بالألواح دي الآيات القرآنية على قطع من القماش اللي هي القطيفة دي. بس الموضوع ده خلاص ما عادش موجود دلوقتي تقريبا، يعني اندثر يعني. فأنا حبيت إن أنا أرجعه تاني، لأن أنا شايف إن هو فن جميل، ورسومات شخصية وآيات قرآنية، حاجات كويسة يعني. فأنا قلت أشتغل تاني وأرجعه تاني للوجهة من تاني. فأول حاجة بعملها إن أنا في شهر 5 أو في نهاية 5، لما القمح الفلاحين بيحصدوه وبيحطوه في جنب كده عشان هيدرسوه، وطبعا ده بيبقى حاجة اسمها تبن، علف للمواشي. قبل هو ما يحطه في المكنة، أنا بروح بقعد على المفرش وأقصقص وأطلع العود اللي هو اللي في النص، عشان ده اللي أنا بشتغل، مبيبقاش فيه لون أسود ويبقى لون ذهبي ويبقى لون حلو. طبعا موضوع ان انا ابيع دي صعبه شويه، ان عشان انا اعمل صور زي دي واعمل ايات قرانيه انا بتعب فيها. فانا لغايه دلوقتي انا بدي هدايا لاصحابي، لاصدقائي، المعارفي، يعني ما بيبيعش حاجه. ان بعت بيبقى ثمن البرواز، ثمن الخامات البسيطه يعني، اللي هي ثمنها 200 جنيه حاجات يعني، البرواز بالخامات يعني تقريبا 200 جنيه. دول اللي انا لو خدتهم او خدت 150 جنيه يعني ما دقش يعني. لكن ان انا اعمل وابيع ده محتاج دعم، او محتاج ان انت يعني الوقت اللي انت بتسرق بتتعبه محتاج حد يقدره.